في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، علماء نظرية الأوتار كانوا بيعانوا من مشكلة كبيرة جدا، وده اللي وقفنا عنده الحلقة اللي فاتت. قلنا إن العلماء لما عملوا نظرية الأوتار، النظرية فيها خمس نسخ. النظرية انقسمت لخمس نظريات أوتار، وكل نسخة بتدي نتائج مختلفة عن التانية. في الحلقات اللي فاتت قلنا إن في نظريتين هما اللي بيفسروا اللي بيحصل في الكون: نظرية النسبية العامة بتاعت أينشتاين، وهي اللي بتفسر الكون الكبير، ونظرية ميكانيكا الكم، وهي اللي بتفسر اللي بيحصل جوه الذرة. وقلنا إن العلماء كانوا عايزين يوحدوا النظريتين ببعض عشان يعرفوا اللي بيحصل جوه الثقب الأسود، وعشان يعرفوا إيه اللي حصل في بداية الكون. لكن للأسف النظريتين مستحيل يتطابقوا مع بعض، مستحيل نعمل توحيد بين الاثنين، لحد ما اجت نظرية الأوتار ووحدت الاثنين ببعض. ولكن للأسف نظرية الأوتار برضو عانت من مشكلة، وهي ان نظرية الأوتار انقسمت لخمس نظريات أوتار. يا ترى هل العلماء عرفوا يحلوا المشكلة دي؟ يعني هل العلماء عرفوا يرجعوا نظرية الأوتار في شكلها الموحد تاني؟ يعني احنا وحدنا الخمس نظريات أوتار ببعض ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. انا عبد الرحمن عمار، واهلا بكم في سبيس تايم مان. في منتصف التسعينيات في عالم فيزيائي عبقري اسمه ادوارد ويتني، والراجل ده حط نظريه اسمها نظريه ام، او ما يعرف بام ثيوري. عمك ادوارد لما طلع على نظريه الاوتار وطلع على النظريات المختلفه من نظريه الاوتار، قال بس ده النظريات الخمسه مش مختلفين، بل عباره عن ابعاد مختلفه لنظريه واحده اسمها النظريه ام. دلوقتي في نظريه اوتار، نظريه الاوتار انقسمت لخمس نظريات اوتار. عمك ادوارد بيقول دول كلهم شبه بعض، بس كل نظريه موجوده في بعد تاني عن النظريه تانية، ولو وحدنا الخمس نظريات ببعض هيبقى اسمها النظريه ام. وعمك ادوارد قال احنا نقدر نربط الخمس نظريات ببعض، هنحط شويه معادلات رياضيه وهنثبت ان نظريه ام نظريه صحيحه. بس كان في مشكله، عمك ادوارد ويتني اضطر ان هو يفترض ان في بعد اضافي، يعني كان في 10 ابعاد بس اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت، قال لك لا ده في 11 بعد، والبعد ده لازم نفترضه عشان نعرف نوحد الخمس نظريات ببعض. طب يا ترى ليه ضاف بعد جديد؟ يعني ما احنا عندنا 10 ابعاد، يعني ايه اللي ناقصك يا عم ادوارد؟ ليه ضفت بعد جديد ليه؟ البعد الجديد اللي ضافه كان ليه نتائج كبيره على النظريه، لان البعد اللي ضافه بيسمح للوتر ان هو يتمدد ويهتز براحته، يعني هو واخد براحته، بينما في العشر ابعاد ما كانش واخد راحته. المساحه اللي يقدر الوتر يهتز فيها ممكن توصل للكون كله، يعني الوتر ممكن يهتز بمساحه قد مساحه الكون كله. وعمك ادوارد افترض ان في غشاء بمساحه الكون كله، والغشاء ده سماه ميمبرين، يعني احنا عايشين على غشاء كوني او ما يعرف بالميمبرين، وده سببه اهتزاز الاوتار. يعني احنا عايشين على كون، والكون ده موجود على شريحه او على غشاء، والغشاء ده موجود في كون تاني وليه ابعاد اكتر. يعني من الاخر كده احنا عايشين في كون عملاق، والكون ده مؤلف من عدة شرائح من الأغشية، وواحد من الأغشية دي هو الكون بتاعنا. يعني معنى كلامك إن في أكوان تانية؟ بالظبط، في أكوان تانية غير الكون بتاعنا، ده اللي بتقوله النظرية إم. بس للأسف إلى الآن ما رصدناش أي كون تاني، ما نعرفش فعلا هل في كون تاني ولا لا، مش عارفين لحد الآن. سنة 1987 يجي ثلاث علماء عبقرة، العالم إيريك برجشويف، والعالم إرجين تسجين، والعالم بول تاونسند، اكتشفوا إن الفضاء اللي فيه 11 بعد بيحتوي على أغشية ثنائية الأبعاد. يعني الفضاء اللي إحنا قلناه يا جماعة، الفضاء ده فيه 11 بعد، الفضاء ده فيه اغشيه بتكون من اغشيه ثنائيه الابعاد. وبعد الاكتشاف ده العالم مايكل ده مع العالم بول هاوي مع العالم تايكو انامي مع العالم بلوغستيل حطوا فرضيه بتشرح ازاي اوتار الطاقه تكون. ركز معايا لان الموضوع صعب. الافتراض اللي العلماء حطوه كتالي: احنا عايشين على كون، والكون ده محمول على غشاء كبير، والغشاء ده الاوتار هي اللي شكلته. طب مش ممكن يكون في كون تاني محمول على غشاء تاني وقريب مننا؟ مش ممكن؟ قال لك والله ممكن، والاغرب من كده كمان، ممكن وتر اللي موجود في غشاء من الكون التاني يخبط في وتر موجود في الكون بتاعنا، وايه اللي هيحصل؟ هيحصل انفجار كبير لكون جديد، يعني في كون جديد هيظهر. والعلماء بيقولوا مفيش مانع ان الكون بتاعنا يجا من نفس الطريقه دي، يعني كان في كونين تانيين، الكون الاول في اوتار والكون التاني في اوتار، وتر من الكون ده مع وتر مع الكون ده خبطوا في بعض، الكون بتاعنا ظهر. نظريه اشبه بالخيال العلمي، والنظريه دي لاقت اهتمام كبير جدا واحداثت ضجه كبيره جدا. بس نظريه الاوتار عملت ضجه عشان حاجه واحده بس، الافتراض اللي عملته عن الجاذبيه. احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت ان كان في مشكله في موضوع الجاذبيه جوه الذره، ان الجاذبيه قوتها ضعيفه جدا، ولكن نظريه الاوتار بتقول لك لا، الجاذبيه مش ضعيفه ولا حاجه، والجاذبيه موجوده جوه الذره. طب ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض الحلقه الجايه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، لو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك. في النهايه ما تنساش تبص على المصادر، لان كل الكلام اللي قلته ممكن يكون غلط. افتكر دايما ان مفيش حد عن الحقيقه المطلقه. سلام.